الله يعطيك. هيا خلي ماسك كذا ماسك. ايه ايه خش جوا، خش خش جوا، هبلك خطين ثلاثة. انا ابغى عشان الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الامثلة الجيزانية الشعبية او الامثلة الشعبية الجيزانية يقول اذا غاب الهر رندع يا عضل، يعني اذا غاب الهر العب يا فار، وهذا المثل عند غياب المسؤول يعني. لقد خلق سميناه ويقصد به عدم الاستعجال في الامور. ثالثا يعرف البقل واصوله، يعني فاهم كل شيء. الرابع صلح اعوج ولا حكم ثاني، بمعنى الصلح خير. الخامس املاق دي حمه، يقصد به التحدي والسخريه من الشخص الذي خصمه او امامه. قدم الغشيم والحقه، بمعنى التحدي والسخريه من الخصم. اخيرا لا تشقى مع من شقي يلقيك ما قد لقي، بمعنى لا تتوقع تحصل على فائدة من شخص قد علمته الحياة. تحيات محبكم أبو مطران في يومية أبو مطران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر المصور الذي قام بتصوير هذه الحلقة في خبت البديع القرفي.